لا انا عايزه افضل في منطقه الازواج والزوجات، يعني قبل ما نروح للاغراب يعني. طب بس من جوزها ازاي؟ انا عايزه اسمع راي الست واسمع راي الراجل. ماشي، ليديز فيرست، قولي. بطريقه لطيفه يعني، بشيء من الدلال والدلع، مش عيب. حسب بتطلب فلوس ايه، خدي بالك. اصل لو بتطلبي فلوس ليها علاقه بمصاريف الولاد في المدرسه، مصروف البيت، حاجه عايزه تتصرف، لا دي بنطلبها من غير ما دي بنطلبها عادي، دي التزامات عاديه. دي التزامات. لكن لو بتطلبي فلوس ليكي بقى، بالفرنساوي بيسموها، ومش بس ليكي، كابريس، يعني حاجه انت نفسك فيها، حاجه عينك منها، نظاره غاليه، شنطه، مش عارفه ايه، حاجه استثنائيه برضو. نظاره عاديه، مش لازم نظاره غاليه يعني. غاليه ممكن بالنسبه له، او ممكن انت عارف لو حاجه عاديه نسبيه، وبعدين لو عاديه ممكن تعدي في المصروف ما يتحسش بيها. لكن دي بقى لازم تبقى بدلاله وبصنعه لطافه وبذكاوه وبخبره يعني، مش او تنزلوا مع بعض توقفي قدام المحل ده لما تبقوا مخطوبين برضو، فهمي بقى حبيبتي عشان اعمل لي الحاجات اللي انا ما بعملهاش. الله حلو قوي النضاره دي، طب ما تيجي اخش اقيسها كده يعني، حاجات كده من اللي هي اندايركت. طب لو انت معاكي فلوس كتير يعني، او قبض لسه قبض كويس، وجوزك مثلا جه قال لك ايه، انا النضاره دي عجباني، ممكن ادخل اقيسها؟ يا اجيبها له في عيد ميلاده، اجيبها له في مناسبه. ليه؟ هنقلب الادوار ولا احنا مش واحده يا جماعه؟ ليه مصرف عليك كمان؟ لا طبعا، ليه مصرف عليك كمان؟ مدكنا مبلغ كده على جنب طبعا، اجيب له عينيا. واغلى حاجه عيد جوازنا، في عيد الحب، في حاجات واغلى حاجات. وانت بتحبيني في عيد ميلادي بس؟ لا بس اهديك وفي عيد الحب بس؟ في عيد الحب، في عيد جوازنا ماشي، لكن انا مش فجأة انا حاسة اني عايزة اجيب له هدية فجأة. طبعا فجأة نازلة كده اقول له حد يجيب له جاكيت جديد. ماشي طبعًا. لكن يقف لي قدام المحل ويقول لي طب انتوا ليه بتطلبونا طول الوقت احنا بنحبكم؟ هو انت مش شايف ان دي مسؤوليات؟ خلاص. طيب وانت يا سامح شايف ازاي الست ممكن تطلب منك طلب في فلوس زيادة عن الطبيعي؟ لا انا شايف ان عادي جدا، احنا بالنسبة لنا كسامح لا يعني ما تاخد اللي هي عايزاه، ما فيهاش كسوف يعني، ما فيهاش اللي هو انا نفسي، لا خالص 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 عادي. عارف يا سامح ان انت اسست من الاول انه اهي الفلوس، ولانها هقول لك على حاجه مهمه قوي يا حبيبتي، ولانها انا عارف انها ما بتطلبش حاجات زياده، حاجات زيادة عن ثقه. لكن لما الازواج يحسوا ان الزوجات مستقويه شويه عليه، بتطلب حاجات كتير وهي مش ممكن ما تبقاش عايزاها قوي، فبتلاقيه يبدو ليها ان هو بخيل، لكن هو مش بخيل، هو عايز يرشد الاستهلاك، بيرشد شويه.